السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه، مرحبا الجديد كاع اللي الناس اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا بكم والف مرحبا. نتمنى القناه ديالي تعجبكم والعائله القديمه تما مرحبا بكم. الله يخطيكم عليا البنات، ولا الله يخطي عليا دعواتكم الزوينه يا ربي، والله يحفظكم ويخلي لكم وليداتكم ان شاء الله. شوفوا البنات، اليوم جيت وجبت لكم واحد الموديل جديد، يعني الموبرا جبتها دابا اليوم. غندير موديل في الموبرا كحله، هذه المرايه البنات، حيت اول مره غندير لكم هذه هي المرايه او لا تراكس، هذه كيسموها مرايه او لا تراكس. المهم هذا خديت عندي جوج ربع جوج وعشرة، تكفاكم. المهم جوج ربع جوج وعشرة، انا كناخذ جوج ربع على حساب ما كنعرفش شكون غتاخذها، واش طويله ولا غليظه ولا المهم على حساب الطول ديال البنادم وصافي. انا عندي جوج وربع اللي كناخذ انا ديما، وعندي هاد الرشمه هذه اللي ديجا شاركتها معاكم، هذه بحال هكا. المهم هذه كما قلت لكم خديتها ب 23 درهم الوحده، ولكن انا خديت 6، يعني كل وحده كان قال لي كل وحده وثمنها. بالنسبه انني خديت 6 حسبهم ليا ب 23 درهم الوحده. وغادي نحتاج ليه جوج من هادو تا هما ب 4 دراهم الوحده باش خديتهم. وغادي نحتاج السفيفه ديال السم، اللون ديال هذا، غنحتاج متر ونص في السفيفه. المهم ما نطولوش الفيديو البنات بزاف، واللي اول مره غيزور القناه ديالي ما تنساوش الاشتراك في القناه وضغط على زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. على بركه الله انا غادي نعاود معكم في الصاله البنات. هنا غنحل التوب ديالي. بالنسبه انا ما كنفصلش التوب على التنكيس، كنفصلو على الطول ديالو. كيف ما كتعرفوا المبرا كتيري، يعني المبرا كتيري، ما غنفصلوش على التنكيس. كاين اللي كيفصل على التنكيس، ولكن انا ما كنفضلش على التنكيس حيت هي كتيري، كتجي بحال المهم كتجي بحال ثقيله، بحال كتلعب. ولكن الطريقه الصحيحه ديال المبرا هي خاصها تفصل على الطول ديالها، على حشي على الطول ديالها. انا البنات بالنسبه للطويان ديال التوب، حاولوا طويو وهذا يكون لتحت باش يعاونكم على الطويان البنات. الا كان برا، الا كان الطويان الا طويتو على الكفاخ، هاد البلاصه الملسه هي اللي لداخل، فراه كتعذب البنات، كتبقى ما كتشدش لكم الطوع، يعني كتبقى تلعب لكم بزاف بحال ما هكا، كتبقى الشوه كتبقى تتملمص. ها الشيا نتي كتخدميها وانت عا كتقيسيها وهي كتعواج لك. علاش انا كنفصل ملي تغطوا التوب طويو لداخل، طويو المبرا ديالكم لداخل، والكفاه هو اللي على برا. وفي نفس الوقت التراسيه باش ما تبقاش تراسيه لكم على الكفه، على الوجه كتبقى على الكفه بحال ما هكا. البنات انتما شوفوا هنايا، ملي كنلقاها بحال ما هكا عوج مايل بحال ما هكا، فانا كنعرف بان هاد الجهه مايله ليا لهاد الجهه، كنعرف بان الجهه مغلبه. غادي نقص الجهه اللي بانت ليا صاده لهنايا لهاد الجهه، غادي نقص منها من هنا العبار بحال ما هكا. بالنسبه للبنات كاينه طريقه كتفصل بها غير هاد جوج ربع بالايفازي، كيجي فيها العرض، وفي نفس الوقت كيكون التوب حتى هو كيتفصل على كيتفصل نيت على الطول ديالو. ولكن حاجه واحده اللي كتجي، كيجي يعني كيجي مخالفين من اللور، من القدام كيجي اللون مقاد، من هنا ومن هنا من الكميم راه كيجي نفس اللون، ولكن في الطلاقي هنا مع الظهر كيتفصل، يعني بالتنكيس بالمقلوب، بالجهه المقلوبه على حساب التوب عنده جهه رطبه وجهه حرشه. ملي كيتقلب التوب كتجي فيه اللون هنايا هنا، ولكن كتجي ايفازي بجوج ربع، كتجي دايره ما كتجيش فيها الفتحه القدام. بغيتوني نشاركها معكم نشاركها معكم، ماشي مشكل. غير هو انا هذا هو علاش ما كنبغيش نديرها على قبل كيجي فيها اللون في الجنب، هي كتعطي الايفازي البنات. صافي هنا ملي كنطوي التوب ديالي بحال ما هكا كيلصق، كما شفتوا كيلصق دابا، ماشي بحال شي يلصق مع بعضياتو، ما كيبقاش يتحرك ليا. صافي كنطوي على جوج. وهنا البنات ملي كطوي على جوج، هاد الحاشيه هادي ديال التوب ما تخرجوهاش، خليوها مع الطويان باش ما يضيعش لكم التوب، حيت هي ما فيهاش العرض بزاف، باش ما يضيعش لكم التوب خليوها حتى هي يعني. ملي غنقطعوا الا قطعناها غنعاودوا الخياطه هنا، وغيضيع من التوب. اللهم نخليوها، وهي اللي غنضربوها في الخياطه، هي اللي غنشدوا فيها الخياط.
صافي البنات نطوي الثوب ورجع لكم. بالنسبه للبنات ملي قاديت الثوب ها نتوما هنايا غدرت واحد راسي هنا يعني على حساب على حساب يبقى عندي الثوب هنا مقاد بحال ما هكايا على حساب البنات يكون الثوب مقاد. وقبل ما تبداو الفصاله البنات على حساب انا عندي المبره لداخل. المهم ديما نشوفوا اتجاه ديال المبره البلاصه الرطبه بحال ما هكا حيت هاد البلاصه حرشه هاد البلاصه رطبه. بداو الفصاله ديالكم بحال ما هكا والاتجاه ديالها يكون غادي بحال هكا الرطبيه غاده هنا ومدير الكتف من هنا. ما تحاولوا تردوا البال لهاد القضيه البنات راه كيتقلب وكي ما كيعطيش اللون ديالو زوين. صافي البنات نبدا على بركه الله. انا نفس الطريقه باش فصلت اللي قبل راه نفس الطريقه يعني على قبل اللي اول مره غادي يزور القناه وداكشي وداكشي علاش غنعاود معكم الفصاله ولكن بطريقه سهله ما غاديش نكثر بزاف. اللي بغى ما غاديش نطول الفيديو البنات واللي بغى تفاصيل اكثر انا غنخلي لكم الرابط ديال الفصاله اللي فصلت وفسرت فيه اكثر غنخلي لكم تحت زوروا البنات. المهم هنا غادي ناخذ العبار ديال الكتف على هذا الخط بحال هكا مقاد ناخذ عبار ديال الكتف عندي 42 يعني 21 بلا ما نزيد بلاصه الخياطه هنا 21 بحال ما هكا ما نزيدش بلاصه الخياطه في الكتف في المبره ما كنزيدش عبار الخياطه. هنا البنات دوره العنق 7 سنتيم بحال ما هكا غادي نهبط هنا بجوج سنتيم نجيبها بحال ما هكا مقاده حتى كنقرب نوصل هنا بواحد سنتيم وكنجيب الدوره هنا هاد 3 سنتيم غادي نهبط هنا الهبطه ديال اللي غنهبط نطيح بها بالكتف هي 3 سنتيم بحال ما هكا هاي هنا غادي نوصل تراسيا من هنا لهنا بحال ما هكا من هنا البنات من هاد البلاصه هنا هاد البلاصه اللي شديت عليها ماشي من هنايا من هنا غنهبط ب 24 سنتيم بحال ما هكا وغادي نقلب على هاد 24 سنتيم هي اللي غنقلب عليها سنتيم غناخذ العبار ديال دوره ديال الصدر عندي 31 سنتيم زائد عبارة الخياطه اللي هو عبار صبع بحال ما هكا يعني سنتيم ونص هذا هو العبار اللي كنخلي انا بالنسبه لي انا حفظته بعينيه كندير ليه بحال ما هكا ياك البنات. من بعد هنا غادي ننزل من هنا لهنا ب 14 سنتيم هذا 14 سنتيم هنايا غنقلب ناخذ العبار ديالي من هنا لهنا عندي 29 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه بحال ما هكا غنوصل هاد التراسي هادي لهنا. من بعد غناخذ من هنا من هاد من التراسي ديال الصدر لتحت 32 سنتيم ها هي 32 سنتيم جاتني هنا وغادي نقلب السنتيم ديالي بحال ما هكا العبار ديال الحوض اللي عندي 32 انا كما قلت لكم في المبرا زيدوا في العبار ديال واخا انا عندي 32 غنزيد غندير 34 حيت المبرا البنات كتلصق عيب زيدوا عيب في هاد البلاصه هنا البنات في هنايا حيت ديجا في الفيديوهات اللي قبل كنقولها لكم هنا يكون العبار مضبوط هنايا واخا كاع يكون جاي ناقص حيت هي كتبغي تكون ايفازي من هنا ولكن من هنايا قد ما زدتو في العبار قد ما غادي تجي عين مطلوقه. المهم انا عندي 32 غنزيد غندير 34 غنزل من هنا لهنا ب 32 سنتيم ها 32 هاي جاتني هنا غنقلب سنتيم وناخذ 34 سنتيم هنا ونتراسيا من بعد غادي نوصل هاد التراسيا لهنا غنرجع نفصل التركيز ديالي من هنا من هاد البار لهنا 24 اللي كنت هابطه هنا النصف ديالو بحال ما هكا غنزل بحال هكا مقاده نتوما البنات يعني كنتعاود بحال ما هكا. بالنسبه لهنا غادي نطلع من هنا من هاد القنت هذا من هنا ماشي من هنا من الداخل ديالو من هنا من الاخر ديالو هنا لهنا 3 سنتيم من بعد هاد 3 سنتيم هاد الشرطه هنا غادي نوصلها بحال ما هكا ونوصلها هكا التركيز ديالنا انا رسمته ساهل. صافي البنات من بعد غادي ناخذ العبار ديال الطول من الكتف انا كناخذ العبار من هنا من وسط الكتف عبار ديال الطول كناخذو من وسط الكتف حيت انا مني كنبغي نشد على السيده العبار عاوتاني كنشد لها العبار من وسط الكتف يعني من الكتف ديالها من هنا البنات الوسط يعني من هنا الوسط كنشد العبار ديال الطول داكشي علاش عاوتاني هنا كناخذ العبار من وسط الكتف
مما شديتي كنتو كتشدو الطول، من تما كتشدو العبار ديال الطول ديالكم، كتبغوا ملي كتبغوا تفصلوا من تما كتاخذوا الطول ديالكم. عندي انا متر 41 الطول، متر 41 بالنسبه. غادي ناخذ العبار ديال الطول هنا، متر 41، بطبيعه الحال غادي نزيد واحد 8 سنتيم ديال الخياطه ولا 6 سنتيم، المهم على حساب كل واحد وشحال كيخلي. المهم انا غادي ناخذ، غادي نخلي البنات غادي نخلي 6 سنتيم ديال الخياطه ديال التكفيفه لتحت. وهنا البنات في الاخر هنا، هنا غادي نطلع بثلاثة سنتيم في التوب العادي البنات، في التوب العادي ديال الصيف كنطلع بخمسة سنتيم، على حساب هو كيطيح بزاف كيدير الجناب بالنسبه للموبرا، وهي اصلا ما عندهاش العرض بزاف، يعني بالنسبه للعرض اللي عندي لتحت عندي فيها عطاتني 40 سنتيم، 40 سنتيم، وعلى حساب هي اصلا كتيري ما نحتاجش ندير لها الافتتاحات، حيت هي كتيري ما كتعك. هنايا 3 سنتيم، من بعد انتم البنات غادي نجيبها لهاد البلاصه هنا، التكفيفه هنا، صافي البنات. من بعد غادي نقطع هنايا هاد الطول هذا، بالنسبه لهاد الطراسي هادي البنات ديال الحوض غادي نوصلها لتحت بحال ما هكا. كنجيب السنتيم ديالي من عليها بحال ما هكا، وكنوصلها فيما خرجت ليا، ماشي كن واخا ماشي حتى للاخر، ماشي هنا حتى للاخر، غير هنا غير واخا يبقى ليا هنا الطول هنا بزاف، المهم غير فيما خرجت ليا كنخرجها. ندير الطباشير بحال ما كانت، هانتوما غادي نجيبها وكنجيبها بحال ما هكا، كنخرجها الجنب فيما خرجت ليا، ما كنعوجش سنتيم، كنديرو بحال المسطره وكنجيبو فيما خرج ليا رانا كنخرج به بحال ما كانت. شوف ها هو خرج ليا هنا، وهنا مازال باقي عندي هنا الطول، المهم انا ما وصلليش لتحت. صافي البنات باش ما يضيعش ليا هذا ندخل فيه، باش ما يضيعش ليا غيبقى ليا العرض فيه هنا، راه غادي نجيب بالخياطه غندخل فيه بحال ما هكا. صافي البنات هنا ملي قطعتها هنا كيف ما شفتوا هنا خرجت بالمقص غير هنا فين تراسيت، وهنا راه هانتوما هنا بقى عندي الحاشيه، وهنا راه بقاو مسدودين هاد الجوج هادو، حيت كانوا على حساب الثانيه ديال التوب راه كيبقاو مسدودين، من بعد انا كنحلهم كندخلش فيهم بالمقص من هنا باش ما يضيعش ليا حتى حاجه ديال التوب. هنا غادي نحيد الظهر وغادي ناخذ الطوب، بالنسبه للضوب البنات كندخل هنايا، بالنسبه لهنا غندخل واحد سنتيم ونصف بحال هكا، نص هنايا غندخل سنتيم ونصف، هنا غادي نخرج من هنا ما غاديش نقيس الكتاف، ما غاديش نقيسو، غادي من هنايا غادي نبقى غادا خارجه بحال هكا واحد سنتيم ونصف، وكندور هنا هنا غير في هاد البلاصه هنا، وهنا كنخرج عاوتاني زايره بحال هكا. غير الطباشير البنات ما تخدموش ستيلو باش ما يبقاش لكم تراسي، غادي نتراسي هنا الوسط بحال ما هكا، محده مطويه مطويه البنات كنتراسيو ليها الوسط في اي خدمه البنات، في اي حاجه بغيتو تركبو محده مطويه كتراسيو الوسط. بالنسبه للكول البنات غادي ناخذ من هنا لهنا غادي نزيد 12 سنتيم، وعلى حساب اللي بغى يكون معري راه كيزيد كيزيد بجوج سنتيم ثلاثه على حساب. المهم بالنسبه لينا حنايا راه كنلبسوا الكول شويه مجموعه تنديروا 12 سنتيم،
12 سنتيم هنا، هنا تراسي 12 سنتيم، هاي فين جاتني هنا. هنا البنات كما قلنا هنا عندي 6 سنتيم، هنا نحاول نتراسي 6 سنتيم باش عندي عفوا عندي 7 سنتيم، عندي 7 سنتيم هنايا اللي درت في دورة العنق، هنا لتحت عاوتاني غادي ندير 7 سنتيم وغادي نتراسيها بحال هكا باش نعرف فين كاينه تراسيا. من بعد البنات من هنا لهنا، يعني من هنا لهنا غتكون عندي 10 سنتيم، خاصها تكون عندي فعلا هنا عندي 10 سنتيم وغادي نتراسيها بحال هكا ياك. ومن هنا لهنا البنات خاصها تكون عندي 9 سنتيم. بعد البنات غادي نجي لهنا لهذا الفوقاني، غادي ندخل باش يبان لكم مزيان، غادي ندخل بواحد سنتيم ونصف، سنتيم ونصف بحال ما هكا، النصف ديال هاد 10 سنتيم يعني 5 سنتيم هنا، غادي ندخل بواحد سنتيم ونصف، سنتيم ونصف البنات ما تفوتوهاش سنتيم ونصف. من بعد غادي نجيبها لهنا وغادي نوصلها لهنا، يعني غتجي عندي الدوره بحال ما هكا. بحال ما هكا البنات، انتم شوفوا الكل غادي يجي الجهه الاخرى، هاد الثوب اللي بقى ليا لتحت باش نفصل الكميط. كنطوي البنات غير العبار، غير العبار ديال التركيز اللي عندي، اللي التركيز وما كنطويش على جوج بالنسبه باش كيشيطوا لي ديك الطرف كنقدر نحتاجهم بحال هكا. اللي ما عنده ما يدير بالطرف، ما محتاجش الطرف اللي غيشيطوا ليه، صافي كيطويه بحال هكا على جوج وكيفصل لكم ديالو من هنا. انا غادي ناخذ غير العبار اللي غيكفاني بحال هكا، العبار ديال التركيز هنايا، التركيز بالنسبه للتركيز اللي عندي، وهذا هذا اللي كيبقى هنايا يحتاجوا البنات، وتردوا البال، تردوا البال للثوب، تقيسوه الجهه الرطبه، ديما الجهه الرطبه هي اللي غتبداو بها. بحال دابا انا قصت من هنا حرش بحال ما هكا حرش، يعني خاصني نبدا التراسي ديالي من الفوق، الرطوبه جايه من هنايا من الفوق لتحت. دابا انا غنبدا من هنا من التحت، غادي نبدا هنا هاد البلاصه، اما ضربوها بالمقص البنات، اما قادوها بحال هكا غير بالتراسيه بحال ما هكا. هذا هو البلاصه اللي غادي نبدا بها بالعبار، من هنا البلاصه المسدوده غنبعد هنا واحد 15 سنتيم وغادي ننزل ب 10 سنتيم بحال ما هكا، سنتيم غتوصلوها حتى للاخير بحال ما هكا، يعني 10 سنتيم من هنا لهنا غتوصلوها حتى للاخير، ومن بعد تشوفوا بحال ما هكا، تحطوا عليها بحال ما هكا، تبقاو تشوفوا حتى يجيكم التركيز ديالكم بحال ما هكا، وكديروا هانتوما فين وصلت ليا 29 سنتيم. من بعد البنات هاد السنتيم كنخليه بحال ما هكا، النصف ديالو هنا، هنا غادي ندخل واحد سنتيم ونصف، كنحيد السنتيم وكنجيب بالنسبه الا كان عندي الخط هنا بحال ما هكا مقاد، الا تراسيت بحال ما هكا مقاد، هنا راه داخله سنتيم ونصف وهنا سنتيم ونصف، خارجه بها هنا والنصف هنا دخلت هنا بحال ما هكا. من هنا لهنا البنات غادي ننزل ب 15 سنتيم، هنا نعطيكم 15 سنتيم بالضبط 15 سنتيم، وغادي ندوروا عليها، غتاخذوا العبار ديال الدراع اللي نتوما ديجا كتكونوا راكم شادين على السيده 19 سنتيم بحال ما هكا، زائد سنتيم ديال الخياطه صافي. وغادي ناخذ الطول ديالي من هنا لهنا، بالنسبه للطول ديالكم غادي ندير فيه 45، ما بغاتهاش هيكم، بغات يعني حتى لحد هنا 3 كار، غندير 45 زائد سنتيم ديال الخياطه، زائد غير سنتيم البنات على حساب غادي ندير سفيفه، الا ما كنتش غندير سفيفه راه كنزيدو عبار ديال التكفيفه، المهم هذا حيت سفيفه كندير سنتيم
هنا غادي ناخذ العبار هنا غندير 16 سنتيم وغادي نوصل التراسيا من هنا لهنا بحال هكا. المهم انا الكميمات البنات راني كملتهم هنا من هذا الطرف هذا بحال هكا. غادي غادي نفصل منه الدوبلور ديال الامام وديال الخلف. نقدر البنات عاوتاني الطريقه عاوتاني اللي نقدر نخدم بها دابا باش نخدمهم بجوج في دقه، غنتراسي بحال كيما تراسيت ليه 7 سنتيم بحال هكا، غادي ننزل بجوج سنتيم بحال هكا، هذا مقاد غادي ننزل بثلاثة سنتيم بحال هكا. اولا انا كناخذ الامام ولا الخلف كنتنيهم على جوج كنحطهم قادهم وكنتراسي عليهم. بحال دابا انا بغيت نفصلهم بجوج بدقه. بالنسبه انا عندي التوب دابا هنا مقاد ومطويين اصلا مطويين بجوجهم في دقه، غادي نتراسيهم بحال ما هكا. صافي البنات انا دابا كملتها في الفصاله، نتلاقاو في الماكينه ونوريكم طريقه الخياطه ان شاء الله.